يعني مثل ما شفنا بالتقرير كل حدا بيفضل لون معين وله دلالات نفسية وشخصية واجتماعية، وما بيختلفوا العالم بس بحب الألوان، كمان الرجال والنساء بيختلفوا يمكن بالتركيبة العقلية والعاطفية والتعبير عن المشاعر. بالعلاقات الأسرية والعاطفية بيختلف التعامل والتعبير عن المشاعر بين الرجال والنساء. بعض الأشخاص بيميلوا للتعبير، وبحالات كثيرة بتكون السيدات هنن أكثر ميل للإفصاح عن العواطف، وأشخاص بفضلوا الانسحاب ليتعاملوا مع مشاعرهم بخصوصية وتأني وما بيشاركوها مع الآخرين. تماماً ورد، ولكن المعروف يعني عن الرجال أنه هنن الأقل تعبيراً عن مشاعرهم، وخاصة لما يمرقوا بظروف معينة. وهون ما عم نحكي أبداً عن العلاقات العاطفية، يعني مو الرجل كزوج أو حبيب أو صديق، ولكن كمان الأخ والأب هنن نفس الشيء. يعني الرجل شو ما كان توصيفه، ليش يا ترى هو ما بيعبر عن مشاعره؟ كل هاي المعلومات وأكثر رح تخبرنا ياها نائلة الخضراء الاختصاصية الاجتماعية النفسية. صباح الخير ست نائلة، أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. اللي حكيناه صحيح بالمجمل بعلم النفس والاجتماع، مزبوط إنه الرجل آدم أكثر كتماناً لمشاعره، ما بحب يحكي. وليش ما بحب يحكي؟ صباح الخير. هلا اجمالا هو الاكثر، يعني الرجل اكثر من المراه، هيك دراسه كاحصائيه، لكن في رجال بتحكي، في رجال بتعبر، في رجال شعراء، وفي يعني اكثر الشعراء رجال اكثر ما هن النسوان. يعني صحيح، اذا معناتها في رجال بتعبر بيعبروا بس على الورقه والقلم هدول. لا لا لا، وفي ناس، هلا انا بيجيني استشارات احيانا انه ايه في الرجل بيعبر كثير عن الحكي والمراه بتختنق من كثر الحكي الحلو مثلا. اي بس يعني قديش نسبتهم من 10 مثلا؟ بصراحه 2%، يعني انا يعني من كل الاستشارات يمكن كانوا تنتين يعني تقريبا 2%. يعني لا، انه الزوجه مزعوجه من ايه؟ من هذا من موضوع كثر الحكي الرجل. هلا خلينا يعني نحن نصنف الناس كلياتها انه هي الناس اجناس، وكل جنس له الجنس الملائم له. يعني اللي قليل حكي، في كثير ناس بتحب الحدا القليل حكي لانه هو رجل الافعال. صحيح. عاده الرجل بيعبر عن مشاعره بالفعل، لانه هو من الناس البصريين، واغلب الناس يعني اغلب النسب هم بصريين يعني. بس الرجل تعود على العمل وانه يعبر عن مشاعره بالعمل، يعني صحيح. من العصر الحجري بيروحوا بيصطدوا للانثى يعني عاده، وحتى هلا بيعبر دائما عن حبه بانفاقه بالهدايا بالعطاءات بالانجازات. ستيف هارفي بيقول بكتابه تبع تصرفي كأنثى وفكري كرجل انه في 3 دلالات للرجل لحتى انه بيحبك. بيحب ينفق عليكي، كل رجل واجبه انه ينفق على المرأة، لكن بيشعر بمتعة وسعادة وبيجيب لها دائما احسن شيء رغم وضعه المادي اللي بيكون ما بيسمح له. ثاني شغلة بيتباهى فيها بالمجتمع، ما بالضرورة تكون هي حدا كثير لكن هو فخور بوجودها بحياته. والدليل انه كل حدا فينا بضله بيحكي عن الشخص اللي بيحبه، الام عن اولادها، الزوجة عن زوجها الى اخره. السلوك الثالث اللي هو بحب يريحها، اي شيء زعجها بحب يزل العقبات من حياتها، حنفيه بتعذبها بيركض بيصلحها بايده، او اي شيء مثلا خربان بيعمل لها، يعني بيحاول يزيل العقبات عاده. طب هو عم يعمل هالقصص له ولا لها؟ إلها إلها، بيعبر عن مشاعره، بيعبر عن مشاعره بهي الافعال، بهي الافعال، لانه هو انسان عملي اكثر وسلوكي اكثر. اما المراه بتحب يعني شاطره بالحكي، شاطره بالحكي وبتحب الحكي. بالحكي عن جد نحن الإناث عادة أكثر كلاما من الرجال، يعني هي واحد أكثر تعبيرا عن مشاعرنا، يمكن لأنه أمهات ومربيات بنفس الوقت، يعني فبتضلها دائما بتفصح عن مشاعرها. يعني للرجال اللي بيعبروا أنه هو شيء سيء عند النساء لأنه هي خلقة رب العالمين، يعني لا تعليق نهائيا. لا بالنهاية في نساء هيك، والله في حالات انفصال حصلت لأنه ما بيحكي كلمة حلوة. صحيح. يعني لانه ما بيحكي، لانه هي ما قدرانه، هي بتحب الحكي. في مره بتقول لا انا شبعت حكي، انا بدي فعل. يعني كمان في رجال، بعض من الرجال شاطرين بالحكي، افعال زيرو على الارض يعني. صحيح. ولكن يعني الحاله اللي فينا نقول انه الاغلب، بالنسبه للاغلب، هي انه الصبايا بيحبوا يلي بيحكي معهم الكلمه الحلوه، يلي بيلاطفهم بكلمات جميله، ولكن هذا الشيء ما بيفكروا يمكن انه هو بمرحلة الخطوبة، بمرحلة التعارف ممكن أنت تكون مبسوطة بالحالة، بس ولكن وقت الزواج الأفعال هي اللي تثبت الرجل يعني، والرجولة قديش هي قيمة جدا عالية. طيب خلينا نحكي عن هدول النسبة اللي بيحبوا الحكي، بيحبوا المشاعر اللطيفة والكلمات يعني الحلوة من الرجل. كيف فينا نساعدهم لحتى أنت تطلعي هاي الأشياء من الرجل، يعني تخليه يحكي يعبر يفصح عن مشاعره؟ عادة لما بيكون في شريكين وشارين بعض هذا أساس، يعني لأنه أحيانا بيكون أنه في رجال ما عنده استعداد تغير بحاله، أنا هيك وهذا الحاضر. أنا دايما بقول كلمة، لما نكون نحن شارين العشرة هي طرفين معادلة،
لحتى نغير النتيجة لازم طرف واحد يتغير، ما بالضرورة الطرفين. صحيح. يعني يا أما أنت تتنازل وتتعلم الحكي شوي وقول له يعني هي تعلمت طبخة كرمالك، هي تعلمت نمط حياة كرمالك، فأوكي يعني تعلم لك كلمتين الفيسبوك والسوشيال ميديا، ونزار قباني يعطيكم قاموس للمرأة يعني. فمعلش مو غلط إن الواحد مثل ما ببادر تنزل تشتري وردة أو تنزل تشتري هدية أو تروح تصلح حنفية، طب أوكي بادر تعلم لك كلمتين. هلأ على هو قدر مرونة الشخص على انه يقدر يغير، وكرمال الحبيب او الشريك انه يغير. تمام. احيانا تجينا حالات انه الرجل ما بيقدر يغير، فمنروح للاكثر مرونه، يعني دائما في حدا اكثر مرونه من حدا، قادر على التغيير اكثر من حدا، بنلجأ للطرف الثاني. طب تعي لك ليش ما انت تغيري، ليش ما تترجمي سلوكه، معنات هي الكلمه بحبك، معنات هي الكلمه اشتقت لك، معلش يعني ليش ما تفسر اتصاله بنهار كيفكم شو عم تعملوا انه انا اشتقت لك. فمنصير نفسر سلوكياته بالترجمة لكلمات، إذا كانت هي أكثر مرونة وأكثر قبولاً لهذا طيب. الشيء فبتتقبل وتبلش تتعايش مع هذا الموضوع. وبيجيك كثير من الزوجات بتقلك أنا زوجي بيشتغل مثلاً بالحميدية بالحمرة بالشعلان، يعني تعامله مع النساء وما بيدخل لسانه لجوف الفكين طول النهار وبالكلام المعسول وما في أحلام مع الطرف الآخر. يعني الرجل ما عنده عقدة عدم التعبير، الرجل عنده عقدة عدم التعبير معي أنا، هكذا تقول كل زوجة مثلاً. بيرجع على البيت ما بيحكي، بس هو حكى ما شاء الله عنه طول النهار بيحكي. هون مو المشكلة بالبيت، أنت مختلفة عن الأخريات تماماً. ألا تقولين أستاذة هون أنه المرأة هي السبب معناتها ما عم يحكي؟ طبعاً. بمعظم الحالات لما الرجل ما بيعبر لك عن مشاعره ممكن يكون أصلاً ما في مشاعر تجاهك حتى ما عم يعبر؟ هلأ شوف، أحياناً بيكون ما في مشاعر، أحياناً كتير للأسف في حالات تعايش أنه إحنا ما فينا ننفصل، ما في كرمال الأولاد، يعني دايماً في مبررات مشان يكملوا سوا، فبتلاقي الحياة تتفيش عم تمشي يعني. فهي مفكرة هي بوادي، هو بوادي، كتير في علاقات كل واحد فيهم بوادي للأمانة. بس كمان ممكن يكون السبب هي، ممكن يكون أنه أنت مو مثل الشغل، هذا شغلي، هي رزقتي يعني، بجوز هو تعبان وجاي يرتاح عنده فسكت عنده تعبان من الحكي ببساطة. صحيح. يعني يعني انت يعني مختلفة عن الأخريات، يعني معقول يجاملها مثل الزباين؟ يعني معقول تخيل أنه يصلني حكي حلو مجاملة؟ لا ما بدي إياه يعني. طب شو الحل؟ يعني إذا 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 ما بيحكي هو وهي بتعرفه أنه برا بيحكي و... ما رح تفهمها بهي الطريقة، فأكيد رح يمثل ويجامل. ايه صح تمام. ولا لا؟ أوكي. أتكتفي المرأة بالمجاملة بيقول لك يا ريت يحكي معي حكي حلو ولو كذب؟ ولو كذب أوكي. طب إذا هو قادر يعني، يعني أنا بالجب له طب إذا أنت قادر إلا كلمتين، يعني بالسهرة بده أكثر من كلمتين ثلاثة، شو جمل ولا قصيدة ولا معلقة بده يقول يعني. بعدين في يعني أنا هي كتير بحب كلمة لطيفة تبع لغوة حبيبتي، يعني عادة في أزواج بيقول لزوجته كل الوقت حبيبتي روحي، فبتلطف شوي أكثر من ما ينادي له باسمه أو باسم أم الأولاد أم كذا يعني. فمو غلط، بس برجع بقول لك كل الناس يعني أنا ما فيني أعطيك قاعدة وعممها على الكل. في نسوان بيعني لها الفعل أكثر من الحكي، لأن هي مثلا بتكون مثلا كمان إنسانة بصرية مو سمعية، يعني السمعي بيحب يسمع دائما. في بالعكس، بالعكس هو سمعي بيحب يسمع الحكي الحلو. بعدين مين فينا ما بيحب الكلمة الحلوة إن كان قادر يقولها ولا مو قادر يقولها؟ هذا بالعموم. لكن كمان كل قاعدة وإلى شواذ، والناس أجناس، يعني ما فيني أعطي قاعدة للناس كلياتها، كل حدا له حالة خاصة وكل واحد كيان مستقل بذاته. أحيانا في الإكستريم بقى الإفراط والتفريط، يعني كتير حكي حلو لدرجة إنه أوفر يعني، مبين تمام، وفي شح كتير كبير يعني بالمناسبات اللي بيقولها. في ناس بنظرة أنه أنا إذا قللت الكلمة فلما بقولها بتنزل بمحلة وذات معنى عميق، على قول محمد درويش يعني القليل من منك لا يقال عنه قليل، يعني دائما أنه كلمة قليلة بتغطي للسنة. صحيح. في ناس هيك بنظرة، في ناس لا بتقلك هذا بخل. يعني أنا برأيي حلو كتير لغة الحوار والتفاهم. بالمشكلة أنه لا المرة أكبر أنه أنا كرامتي ما بتسمع الحاجات الحلوة ما بتطلبش، مين قالكم ما بتطلب؟ يعني مثل ما بتطلبي ربطة الخبز، يعني طلبي الكلمة الحلوة، هي حدا من حقوقك، هي حدا بيقرب المشاعر، ما في شيء ما بينطلب بالحياة. مشكلتنا توقعاتنا، أنا ماني قاعدة بمخ اللي مقابلي لأعرف شو بده مني، لازم يقلي هو شو بده مني. يعني بيقول لك وقت الخطبة كان بيعرف، وقت الخطبة كان مركز لحتى يحظى فيكي، هلا حظي فيكي يعني هلا مركز على مركز على شغله، على مستقبله، على مستقبلكم كلكم، انتم كلكم بمركب وهو شايلكم يعني. صحيح. فسهلي عليه المهمة انت،
او على ما قال لي قد مية اللي بدك اياه فهو بده يرد لك اياه. مو معقول انا كل يوم اقول لك صباح الخير صباح الخير صباح الخير ما تردي، تعدي 10 سنين ما تردي، في يوم بدك تقولي فيه صباح النور. تمام، يمكن الفكره يعني ابرز فكره ممكن نقولها هو لغه التواصل والحوار ما بين الشريكين، التعبير عن كل الاشياء يلي نحن بجواتنا لحتى نقدر نفهم الشخص المقابل لنا هو بشو عم بيفكر. صحيح. ليش هو هيك اساسا، ليش صحيح. هو ما بيحكي كثير او هو بيحكي كثير، ليش بيعبر او ما بيعبر، ويوما ما الا ما نوصل لنقطه معينه. بدي اشكرك كثير على وجودك معنا لليوم، اهلا وسهلا فيكي. تسلمي، شكرا كثير، شكرا كثير.